سائل بيسأل: معايا فلوس خايف تضيع، حطيتها في البنك وباخد فوائدها، وجزء عملت بيه شهادات استثمار وباخد العائد بتاعها. نقول له: اللي انت عملته ده كبيرة من اكبر الكبائر، وربنا هيحاربك ويلعنك في صحتك وفي اولادك في الدنيا. قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. كل اللي اشترك كلهم كاتب ده في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد الربا إلا كان آخر أمره إلى قلة. لازم تتفقر في الآخر. طب تنزل القبر تخش بحر دم، تفضل فيه مش قادر تتنفس، وكل ما تطلع تلاقي طوبة تيجي في بقك وترجعك تاني من أول ما تدخل القبر لحد يوم القيامة. يوم القيامة تقوم كالذي يتخبط الشيطان من المس. ليه؟ لأن أنت لقيت كل جنيه ربا أشد عند الله من 36 زانية، وأشد عند الله من ناكح أمه، فذهلت وعرفت أنك دمرت نفسك. اسحب فلوسك حطها في بنك إسلامي، اتق الله، فك شهادات الاستثمار، وجزاكم الله خير. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.